لكن النهارده ذكرى لمباراة كانت كبيرة جدا وتاريخية، أولا للكرة المصرية، ثانيا للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، لأن المباراة دي احنا عشناها بقى في الألفية الجديدة، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك واللي انتهت بفوز الأهلي 6-1. النهارده 16/5/2023، والمباراة دي عدى عليها بالظبط 21 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولسه بنبدأ المباراة، وهدف على طول لرضا شحاتة. كلنا عارفين طبعا المقدمة التاريخية لهذه المباراة، وعلى فكرة المباراة دي من المباريات الاستثنائية اللي يمكن ما تمش يعني نقلها على الهواء مباشرة مع ضربة البداية، اتأخرت ثواني. وفي التأخير ده كانت ضربة البداية، مش سنتر أو اللي أنت تسنتر وتبدأ اللعب، لا، هدف على طول للأهلي وهدف رضا شحاتة. الهدف الثاني وإبراهيم سعيد. تقدر تقول بقى إيه؟ يعني جابها براسه، لا جابها برجله، يعني أنت عارف أنت ممكن وأنت بتوصف الهدف توصف أهداف كتيرة، لكن دي جابها بصدره. يعني شوفوا وائل جمعه بيصلح الكره ازاي وابراهيم سعيد بيركنها ازاي. لا يعني بصراحه المباراه دي مش 6-1 وبس، لا ده 6-1 واهداف تاريخيه وجوان معلمه بشكل كويس مع الجماهير. في ناس لسه ما عاشتش الاحداث دي، فكل سنه بنتذكر هذه الاهداف. بعد ذلك خالد بيبو وسوبر هاتريك لخالد بيبو، الهدف الثالث، وبعد كده هيروح للهدف الرابع والخامس والسادس. وكان ممكن النتيجه تعدي اكتر من كده، لكن طبعا كلنا عارفين ان الاهلي اكتفى ان المباراه تنتهي 6-1. هي ليله كانت من ليالي الاهلي الخالده في استاد القاهره الدولي، والفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجه 6-1. بنحتفل في 16 مايو كل سنه بهذه الليله التاريخيه، واللعبه الشهيره لخالد بيبو في الهدف الرابع، بيبو وبشير، بيبو والجون، والهدف التاريخي في محمد عبد المنصف. منصف من الحراس يعني اللي اتسجل فيهم رقم قياسي بعدد الاهداف اللي احرزت في مرماه. دي كانت من ضمن المباريات اللي شهدت دخول 6 اهداف في مرمى محمد عبد المنصف. طبعا الثنائيه الدفاعيه في الزمالك كان وقتها رضا سيكا وبشير التبعي، والمباراه طبعا كلنا فاكرين احداثها بنتيجتها باحتفالاتها. وسبحان الله السنه دي الاهلي كان بينافس على الدوري لغايه اللحظه الاخيره، وكانت بعدها على طول مباراه كبيره جدا مع الاسماعيلي انتهت 4-4، وكانت من اهم وافضل واحلى مباريات الدوري المصري. هدف خالد بيبو زي ما انتم شايفين. طبعا لو قعدنا نستعرض الاهداف والله ممكن تاخد الحلقه كلها، انت بتتكلم في 6 اهداف للنادي الاهلي، وكان سوبر هاتريك محمد فاروق عمل الباس لخالد بيبو. في التوقيت ده كان موجود بقى خالد بيبو ومحمد فاروق واحمد بلال وعلاء ابراهيم، وعندك بقى كمان ابراهيم سعيد لا يعني كانت في وائل جمعه، يعني كان في نجوم كبيره جدا. وفي السنه دي الاهلي اكيد كان خد دوري ابطال افريقيا لما كسب صن داونز 2-1، قصدي 3-0 في القاهرة بعد التعادل الإيجابي في بريتوريا 1-1. والسنة دي الأهلي كسب دوري أبطال إفريقيا لكن خسر الدوري العام.